معنا عبر الهاتف من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مرحبا بك سيد رامي. يعني أسئلة كثيرة تطرح عن هذا الهجوم، أولها من هي هذه القوات الشعبية التي تتحدث عنها الحكومة السورية وماذا كانت نيتها في الأساس؟ نعم طبعا بداية دعينا نقول بأنه صباح الأمس في منطقة جديدة عقيدات التي تقع في شرق أو الضفة الشرقية لنهر الفرات، المنطقة المتاخمة لمناطق سيطرة النظام، أيضا كان أشيع من قبل يعني عملاء للنظام بأن هذه القوات أو قوات العشائر الشعبية أو قوات عشائرية سوف تدخل وتسيطر على هذه البلدات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وأن هذا الأمر تم بالتوافق ما بين التحالف وما بين روسيا. الأمر جعل المنطقة متوترة ليلا وتحديدا عند الساعة 11:50 بتوقيت سوريا جرى استهداف جديد عقيدات ومحيط حقل كونيكو بقصف مدفعي من قبل العشائر الموالية للنظام والقوات الموالية للنظام من اللواء فاطميون. بعد ذلك اشتبكوا مع بعض الطرفين قوات سوريا الديمقراطية وقوات العشائر والقوات الموالية للنظام إلى أن تدخلت قوات التحالف الدولي بعد منتصف الليل واستهدفت هذه القوات بصواريخ أرض من القاعدة الموجودة في حقل العمر النفطي في المنطقة. أيضا كان هناك غارتين جويتين لقوات التحالف الدولي استهدفت دبابات وآليات ثقيلة تابعة لهذه القوات، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 45 عنصرا من قوات الحشد أو القوات العشائرية الشعبية وقوات ولواء فاطميون حتى اللحظة، وإصابة عشرات آخرين بجراح. لم يجري أي تقدم في تلك المنطقة حتى اللحظة. طبعا هناك مدني رجال شاركوا بالعملية العسكرية من أبناء جديد عقيدات وبعض المناطق في دير الزور لأنهم لا يريدون لهذه القوات أن تتقدم باتجاه مناطقهم. أيضا هناك كان نزوح للأهالي من بعض هذه المناطق. الأمور الآن عادت إلى الخطوط التي كانت عليها، ولكن الحصيلة جرحى من قوات سوريا الديمقراطية وأيضا 45 من قوات الحشد أو الحشد السوري نسميه ماشية العشائري ولواء فاطميون قتلوا في هذه العملية. سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا.